طبعا احنا جدا فرحانين ونشكر الاتحاد العراقي على الفكرة الطيبة اللي المشاركة الفئات العمرية بالشباب والفتيان، وهاي اذن القاعدة سليمة وقاعدة صحيحة، وعلى هالاساس اجوا متمتي بتسع ميداليات ملونة، وهذا فخر للعراق، وهي أول مشاركة للفئات العمرية ويش نتائج جيدة. إذن الاتحاد مساره صحيح وخطواته ناجحة، ونسأل الله أن يوفقهم ويعوضون الأبطال السابقين. بالبداية أهني الشعب العراقي العظيم على هذا الفوز، وهدي هذه الأوسمة الذي صبت في صدور اللاعبين من ذهب، والحمد لله والشكر قدموا أحسن إنجاز وقدموا أحسن مستوى على مستوى تاريخ الملاكمة الحالي، وعندنا الفضل من الله حصلوا على 4 أوسمة ذهبية وخمس أوسمة برونزية تحت الألفين، مواليدهم تحت الألفين. اليوم جينا من مطار باكو الدولي، وكان شو اسمه كانت بطولة القاس الدولية في باكو، كانت بطولة كلش قوية وحزنا بها الأوسمة الذهب والبرونز، والحمد لله شكرا حصلت المركز الاول في البطوله، وكان صعبه حيل، وتغلبنا بفضل جهود المدربين، وكان وجينا هنا لبغداد شفنا استقبالكم الحلو بوجودكم، وان شاء الله نوعد الشعب العراقي هاي فرحه، وبعد ان شاء الله فرحه اكبر واكبر ان شاء الله بجاه حبيبك محمد. الف الف مبروك للاتحاد العراقي الملاكمه، والف مبروك للشعب العراقي لحصولنا على المركز الاول في البطوله، بطولة القوقاز الدولية في باكو في أذربيجان، والحمد لله والشكر حصلت على المركز الأول في وزن 56 كيلوغرام، ونشكر الاتحاد العراقي الملاكم على هذا الاستقبال الجيد، ونشكر المدارس التخصصية، وإن شاء الله عندنا بطولة العرب في مصر في شهر الثاني، وإن شاء الله خير إن شاء الله علينا.